بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، إن شاء الله هنحل النهاردة مع بعض رسم 2 بور. أول سؤال: on heating gases or vapors to high temperature under low pressure. طبعا عارفين يا حبايبي إن بور كان بيعمل low pressure، طب ما سامسون كمان كان بيعمل low pressure، بس بور كان بيعمل high temperature لكن سامسون كان بيعمل إيه؟ high voltage، كان بيكهرب. المهم الجاز هيعمل إيه؟ طبعا عارفينه بيإمت لايت. اللايت ده اللي هو قلنا عليه spectral line. spectral line اللي هي dark area separated by limited number of colored lines أو colored lines separated by dark area. المهم إمت لايت. بعد كده The line spectra of an element is a characteristic. Line spectra بيختلف من element للتاني، عشان كده no two element can have the same atomic number، عندهم نفس colored property، يعني هيختلف من element للتاني. بعد كده What is the scientific contribution which led to concluding the electron configuration of the element. ايه هي الحاجة scientific contribution اللي خلتنا نعرف التوزيع بتاع الاليمنت، بتاع الالكترون في الاليمنت؟ طبعا ببساطة شديدة شغل بور. يعني احنا عندنا سامسون discovered الالكترون، جالنا بعد كده Rutherford discovered the nucleus البوزيتيف. امال بور اللي احنا فيه ده بيعمل ايه؟ بيديسكفرد السيستم، بيديسكفرد الطريقة اللي الالكترونز بتروتيت فيها around the nucleus. فبيقول لي بويل، بويل ايه يا عم؟ بويل ده عرف الاليمنت analyzing the light emitted from the atom when they acquire energy. حللنا اللايت اللي جاي من الاتوم لما acquire، لما gained، لما accept energy. طبعا ده كلام بور اللي هي بصراحة ببساطة تجربة بور. تومسون لا طبعا، رذرفورد لا طبعا، يبقى نختار B. all the following are correct except. كل ده مظبوط ما عدا the line spectrum of hydrogen atom is formed of four inseparable colored. تمام كده، اللاين سبيكترا بتاع الهيدروجين فورمد اوف 4 صح، ولكن هل هما انسيبرابل؟ لا ده سيبريتد. احنا كنا بنقول الديفينيشن بتاع السبيكترال لاين دارك اريا سيبريتد باي ليميتد نمبر اوف كالرد لاينز، او كالرد لاينز سيبريتد باي دارك اريا، يعني لون وحته سودا لون وحته سودا. انت بتقول لي انسيبرابل مش مفصولين، ازاي يا اهبل انت؟ من تاني حاجة إلكترون هاف دول نيتشر طبعا دي برولي. بور أتوميك موديل انتروديوز ذا كونسبت اوف كوانتم طبعا تو ديتيرمين ذا انرجي ان كيس اوف نوت جينينج اور لوزينج انرجي ذا اتوم ديسكرايب تو بي ستيبل. طبعا ده كلام زي العسل، يبقى اكسبت ايه هي الوحيدة اللي غلط. بعد كده who are the two scientists who agree on the idea that most of atom is empty. مين الساينتست اللي متفقين ان معظم الاتوم is empty؟ جايجر اند ديموكريتس. جايجر ماشي عشان كان مع رذرفورد، لكن ديموكريتس ايه يا عم؟ سامسون وبور. سامسون ايه يا عم؟ ده سامسون قال ان الاتوم هوموجينس وشبه البطيخه والبوزيتيف والنيجاتيف سايحين فيها كلها. بور تمام، بور صح. بويل، بويل يا عم، ده بويل ده عرف الاليمنت اصلا. دالتون ده اتوم قال ان الالوت سوليد، فيها ايه فيها ايه دالتون؟ لا ده دالتون اللي ساكت يا جماعه، ما بردش مش انا. رذرفورد طبعا هو اللي قال كده، وبور اتفق معاه على الكلام ده، وبالتالي هنختار دي. بعد كده according to Bohr theory the orbit in which the electron revolve can be determined through. على حسب بور الاوربت اللي الالكترون بيلف فيه، اول حاجه ديترمند ثرو، بحدده من خلال الكترون ماس. يا راجل الماس علاقتها ايه؟ يعني الالكترون بيلف في اوربت قريب او بعيد على حسب وزنه؟ لا طبعا. ولا على حسب ايه؟ على حسب الانرجي طبعا. ذا الكترون تشارج؟ لا طبعا. ذا الكترون انرجي؟ الله قمر اخر واحده ذا الكترون انرجي. الله ده الراجل دهبل ولا بياكد عليه؟ طبعا الكترون انرجي هي متعاده بس يا جماعه عن طريق الخطا، يعني دي ممكن تلاقيها مثلا نيوكليس انرجي اظن يعني. تمام، فطبعا النيوكليس لا، احنا بنحدد على حسب انرجي الالكترون يا حبايبي. تمام، الالكترون اللي عنده انرجي عاليه يبقى بعيد، الالكترون اللي عنده انرجي قليله يبقى قريب. بعد كده ذا ستادينج ذا لاين سبيكترام اوف ان اتوم ات از بوسيبل تو نو. لما ادرس اللاين سبيكترا سهل ان انا اعرف اول حاجه ايزوتوبس اوف ذا اليمنت، سهل ان انا اعرف الايزوتوبس. لا طبعا، علاقه الايزوتوبس ايه؟ انرجي ليفل طبعا. انا لما درست اللاين سبيكترا اللي هي تجربه بور عرفت الانرجي ليفل ببساطه، يبقى نختار بي. ايه وين الكترون ابسورب اكوانتم ات ويل ترانسفير؟ لما الالكترون يابسورب كوانتم ات ويل ترانسفير، اول حاجه هاير انرجي ليفل. اول هاير انرجي ليفل؟ لا طبعا، انا فكرت بقول هاير وخلاص كنت اقول لك شغاله. اول لور انرجي ليفل؟ لا طبعا، على حسب هو اخد قد ايه. بس بما انك بتقول ابسورب يبقى هيروح لهاير، بس مش كل الهاير. تمام كده، higher energy level that match the absorbed quantum. ال higher energy level اللي متفق اللي على قد ال absorbed quantum. طبعا دي صح الصح وقمر، هنختار C. بعد كده بقول يا شباب when the electron of an excited atom return to their original level. لما الالكترون بتاع excited يرجع لليفله الاصلي. The result this result in the emission of بيمت مين؟ الفا الهبل ده، بيتا الهبل ده، y rays energy in the form of line spectra. بيمت line spectra لون، اللون ده هو الانرجي يا حبيبي، نختار دي.
each of the following is correct for the electron except. كل ده مظبوط ما عدا. اول حاجه شباب بيقول لي ذا الكترون ان ذا لوور انرجي ليفل ابسورب انرجي. الالكترون اللي في اللور انرجي ليفل هي ابسورب انرجي. ماشي هي ابسورب انرجي. تو ترافل تو هاير انرجي ليفل اللي في الليفل الاقل هي ابسورب عشان يطلع الليفل اعلى. شغاله زي الفل. ذا اماونت اوف انرجي ويتش از اميتد فروم ذا اكسايتد الكترون ايكوال ذا اماونت اوف انرجي ويتش از ابسوربد باي ذا سيم الكترون تو ريتش ذس سيرتن سيت اوف اكسايتمنت. طبعا انت يعني ايه مش حاسسها بس عشان انت احمر ومش فاهم الجمله. الجمله بسيطه قوي. بيقول لك الاماونت اوف انرجي اميتد فروم اكسايتد الكترون يعني انا عندي الكترون اكسايتد يعني في ليفل عالي هيبدا يميت هيطلع طاقه. طبعا الالكترون الاكسايتد اللي بيطلع انرجي بيطلع نفس الانرجي اللي كان اكتسبها عشان يرجع لمكانه الاصلي. تمام كده. بيقول لك ذا اماونت اوف انرجي اميتد فروم ذا اكسايتد الكترون ايكوال ذا اماونت اوف انرجي ويتش از ابسوربد اللي كان امتصها نفس الالكترون عشان يوصل لحاله الاكسايتمنت. طبعا دي جمله صح الصح يا جماعه. بعد كده ذا الكترون ان ذا فيرست انرجي ليفل كان بي ات انفينايت ديستانس فروم ذا نيوكليس. لا طبعا الالكترون اللي في اول ليفل على مسافه غير نهائيه ازاي يعني؟ ده انت بتقول في اول ليفل يعني على مسافه معينه على مسافه قريبه كمان. الكترون كان ابسورب ديفرنت كوانتا اوف انرجي يقدر يكتسب كميات مختلفه طاقه. طبعا مش لازم كميه معينه. ذا اكسايتد الكترون تيندس تو. الاكسايتد الكترون تيندس تو اول حاجه ابسورب. ابسورب ايه هو ناقص ده كمان بيقول لك ابسورب هو ممكن يابسورب فعلا تاني ويطلع اعلى واعلى. تمام كده ويبقى مور اكسايتد. ولكن ده بيقول لك اكسايتد الكترون ابسورب انرجي تو ريتيرن جراوند ستيت. ايه الهبل ده؟ هي ابسورب عشان يريتيرن بروديوس لايت ويز ا ديفينيت ويف لينث اند انرجي. يطلع لايت دي معناها ان هو ريتيرن باك. ستي ان اتس انستابل لا ما يحبهاش. سيتل ان ظاهر ليفل برضه ما يحبهاش. يبقى نختار مين يا حبايبي في 11 بي 12 on approaching one of a lithium salt لما قرب واحده من الليثيوم سولت to the non luminous region بنزين فليم. حلو قوي. الليثيوم طبعا عارفين ان الليثيوم هيدينا لون ايه يا شباب؟ لون كريمزون بس مش علينا يعني. تمام. it acquires red color هيدي لون ريد كلر. طبعا الريد هو الكريمزون اللي هو الاحمر اللي هو الاحمر الغامق ان بي تي سي كده اسمه كريمزون او ريد. this is explained by that the electron in the excited atom of lithium. تمام. فكره ان ظهر لنا لون يبقى الالكترون ده معناها ايه؟ lost from the atom خرج بره الاتوم. لا طبعا return to the ground state. لما رجع للجراوند ستيت قام يطلع الانرجي الزياده اللي كانت معاه يعني هنختار بي. بعد كده on comparing the position of an electron in its ground state لما بقارن position لالكترون في الجراوند ستيت with its position in excited state. تمام كده. in the second it is the in the second energy level هيكون في second energy level ولا هيكون close to the nucleus ولا in the nucleus ولا further from the nucleus. بقول لك لما قارن position electron في الجراوند state بتاعته بحالته في الاكسايتد state يبقى انا عايز الاجابه تكون عايده على الجراوند state مقارنه بالاكسايتد state. تمام كده. هيكون closer to the nucleus ولا further from the nucleus ولا in the nucleus ولا in the second level. طبعا in the nucleus طبعا غلط. تمام كده. طيب بيقول لي further from the nucleus لما قارن حالته بالجراوند ستيت مقارنه بحالته في الاكسايتد هلاقيه closer to the nucleus ولا further from the nucleus؟ لا الجراوند ستيت هتبقى closer. شباب انا اختار further لو قال لي لما قارن الاكسايتد ستيت بالجراوند ستيت تبقى حاله الاكسايتد ايه؟ further from the nucleus. طب لما قارن الجراوند بالاكسايتد يبقى الجراوند بالنسبه للاكسايتد close to the nucleus. وفاصل. بعد كده يا شباب نمبر 14 بيقول لي which of the following support the concept of quantum in determining the energy of the electron. ايه اللي يأيد لنا مفهوم الكوانتم؟ اول حاجه the emission of spectrum of hydrogen atom. طبعا ما هو ده بيدل ان فيه energy والenergy هي الكوانتم. كاثود ريز ملهاش علاقه. deflection of alpha ملهاش علاقه. penetration of alpha ملهاش علاقه. يبقى هنختار ايه؟ 15. according to Bohr atomic model to travel from the first level K to the fourth level N على حسب كلام بور عشان انتقل من K ل N هعمل ايه؟ acquire quantum ولا four quantum على اساس K L M N بقى وكده يعني. تمام. مفيش حاجه اسمها four quantum ولا lose four quantum ولا ستة lose. ايه يا باشا acquire quantum بهدوء شديد. تمام. بعد كده نمبر 16 بيقول لي to obtain the visible spectrum of hydrogen atom for an electron to obtain visible spectrum of hydrogen atom for an electron that has been excited to energy level m this electron must. تمام. عشان تحصل على visible spectrum من الهيدروجين. الهيدروجين ده اللي هو excited في m.
this electron must. الالكترون ده هيعمل ايه؟ مبدئيا عشان احصل على visible spectrum من اي حاجة، يبقى visible spectrum ده عبارة عن energy الحاجة بتطلعها وهي بتريترن باك تو الاوريجينال، تمام؟ يبقى مبدئيا لازم تطلع energy، يبقى lose quantum. lose quantum زي الفل، lose quantum of energy للزان that it has gained اقل من اللي كانت اكتسبته، ولا lose quantum of energy it has already gained. تمام، هو بيقول لي ايه؟ انا عايز ارجعه تمام كده تو ليفل ام. تمام، هو المكان الطبيعي اصلا ال، احنا اتفقنا ان اتوم الهيدروجين بترجع ل ال. طب انت عايز ترجعها لام، يعني مش عايز ترجعها المسافه كلها، يبقى هتديها انرجي اقل من اللي كانت اكتسبتها، يبقى هنختار 16A عشان ما ترجعش المسافه كلها، لانها لو رجعت الاوريدي جيند هترجع ل ال، ترجع للاولاني الجراوند. The visible line spectrum of hydrogen atom arises as a result of the return of the excited electron. Invisible line اللي بيجي من الهيدروجين بيجي نتيجة رجوع الالكترون. رجوع الالكترون لمين؟ لسه قايلينها دلوقتي حالا، لل. تمام، اللي هي في السؤال اللي فات لو كان رجع اللي اوريدي جيند كان هيرجع لل. طب انا عايز ارجعه لام بس، يبقى اقل من اللي كان اكتسبه. تمام، بعد كده which of the following transition of the electron of hydrogen atom result in the emission of the visible light. مين اللي يعتبر visible light؟ طبعا لازم يرجع لان equal to، هو كلهم راجع 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 لان 2، يبقى نختار اول واحدة. مش عايز اعرف راجع منين، من 5 ولا كام، بس راجع لان 2. The opposite figure shows the travel, the several travels of the electron of an excited hydrogen atom. بالنسبة لA طالع من N1 لغاية N4، بالنسبة لB جاي من 4 نازل 1، C من 4 نازل 2، D من 4 نازل 3. حلوة قوي. Well, which of these travel produce a spectral line of hydrogen atom. مين اللي هيطلع spectral line of hydrogen atom؟ طبعا يا شباب احنا قلنا ان الالكترون عند الهيدروجين بيرجع ل2، مين الوحيد بقى اللي راجع ل2 يا شباب؟ C، مفيش غيره اهو، C اهو راجع ل2، يبقى نختار C. بعد كده each line in the line spectrum of lithium atom represent، كل line من لينات الليثيوم عبارة عن ايه؟ energy absorbed by the atom when it loses electron. اي line عبارة عن energy absorb ولا energy release يا جماعة؟ اي line عبارة عن energy release يا حبيبي. ما هو انت عشان تشوف line يبقى انت شايف energy خارجة، energy خارجة يبقى الحاجة بتلوز بتفقد، فراجع المكانها الاصلي او راجع المكان اقل من اللي هي فيه. يعني energy release energy release. when an electron transfer from lower to higher، يا سلام، يعني من lower higher هريليز. ايه الجملة الغلط دي؟ release the one electron من higher للور، طبعا دي جملة منطقية جدا، يبقى في 20 نختار دي. بعد كده 21 the spectral line of the atom of any element indicate ال spectral line بتاعت الاتوم لأي element. معناه ايه ال spectral line دي؟ معناه energy level. بقول لك number of electron، لا طبعا انا مش بشرح number of electron، بشرح energy level. the energy of the level where the electron is present، الانرجي بتاعت ال level اللي الالكترون فيه شغالة. تمام كده، بس السؤال بقى، هي السبكترال لاين عباره عن الانرجي بتاعت الليفل ذات نفسه ولا الديفرنس ما بين الليفلات؟ يعني انا دلوقتي لما بطلع انرجي، الانرجي اللي طالع مني دي مثلا لو انا في ليفل ام وراجع مثلا للكي مثلا او للال، هل انا بطلع قيمه الام ولا الديفرنس ما بين الام واللي انا راجع له؟ الديفرنس، وبالتالي انرجي اوف ليفل ذات نفسه مش حلوه. طب ديفرنس ان انرجي القمر دي، طبعا هي ديفرنس اوف انرجي بتوين انرجي ليفلز. بعد كده 22 ابو تريكا ذا راديشن هوز ويف لينث از 486 نانومتر لايز ان ذا ريجن، اللي بيكون 486 لايز ان ذا ريجن بنسميها فيزيبل لايت، وده مش رقم حفظ ولا حاجه يا جماعه، نعرفها بس كده. يعني the electron in hydrogen atom which is excited، الالكترون بتاع الهيدروجين هو excited to the fourth energy level، الالكترون اللي هو excited في الفورث ليفل هيفضل فوق ولا عايز يرجع؟ عايز يرجع. remain لا، return تمام، transfer to higher تاني لا، return to the ground state accompanied by visible spectrum line only، ولا return to the ground state in one jump or several successive jump. طبعا هي الامر دي C. تمام، بيرجع لليفل تاني تمام، وبيطلع في جامب واحده او في اكتر من جامب. يعني هو مثلا في ليفل ان ممكن يرجع لام او ممكن يرجع لل على طول. What is the chart which represents the relation between the difference in energy between the two consecutive levels in an atom and the distance from the nucleus؟ انا رسمه من دول بتعبر عن الريليشن بتوين الديفرنس ان انرجي، فرق الانرجي بتوين تو كونسيكيوتيف ليفل، فرق الانرجي ما بين الليفلز وبعضها بيحصل له ايه يا شباب؟ بي ال، يعني ما بين الكي والال اكبر حاجه. طب ما بين البي وكيو في الاخر؟ لا ده صغير جدا جدا، يعني ريليشن دايركت ولا انفرس؟ انفرس يا باشا، يبقى نختار بي ببساطه شديده.
بعد كده 25 among the postulates of Bohr atomic model. من ضمن افتراضات بور بيقول اذا الكترون كان اكواير اني اماونت اوف انرجي الالكترون يقدر يمتص اني اماونت اوف انرجي ولا امبوسيبل تو ديتيرمين الباث اوف ذا الكترون. لا طبعا ده كلام هايزنبرغ. ذا انرجي اوف ذا الكترون ان ديفرنس انرجي ليفل ار ديتيرمند ثرو ذا كونسبت اوف كوانتم. طبعا دي جمله صريحه. الكترون هاز دوال نيتشر ده كلام دي برولي. يبقى نختار سي. Which of the following statement is consistent with Bohr postulates? مين اللي هو هيتفق مع بور بستيوليت؟ بقول space region between energy level r occupied by electron space level occupied by electron the atom has no dimension or spatial direction. يعني الاتوم ملهاش اي dimension خالص, يعني مهوش عارف ال dimension بتاعها ولا ليها اي direction. طبعا هو ما يعرفش الكلام ده. بعد كده بقول the electron is negative vertical has wave property. ده wave property ده كلام طبعا اللي هو بتاع ال wave motion. ونيجاتيف vertical ده كلام سامسون. electron revolve around is a nucleus in all direction. all direction ده الويف ميكانيكال ثيوري. يبقى هنختار B. the dual nature of electron means that it has dual nature. معناه ان الالكترون عنده ايه, mass and charge؟ لا طبعا. mass and wave motion. mass and wave motion. mass and wave motion يعني ايه mass and wave motion؟ mass and wave motion معناها ان هو شيء mass حاجه ويف الحاجه دي لها كلاود لها الشكل اللي هو الهزه اللي بتيجي دي. فطبعا قمر دي فوليوم اند ويف موشن هي لها ويف موشن لكن فوليوم لا. ماس ماشي دنسيتي لا. بعد كده بور اتوميك موديل ديفر فروم ذات اوف راذرفورد. بور بيختلف عن راذرفورد. ذس ديفرنس از اوبفيوس ان بور بوستيوليت ذات ذا الكترون. الفرق ده واضح عند بور تمام كده. اوبفيوس ان بور بوستيوليت ذا الكترون. انا عايز كلمه عايده على بور. بقول لك بور مختلف عن راذرفورد. ذس ديفرنس اوف فويس واضح ان بور بوستيوليتس واضح في افتراضات بور. يبقى انا عايز جمله بور اللي قالها مش راذرفورد. يعني مثلا قال ان نيوكلس بوست فاقول له لا هو متفقين وكل حاجه بس الجمله دي بتاعت راذرفورد اصلا. بروديوس اسبكترال لاين بيطلع سبكترا وين ات لوس كوانتم. طبعا دي بتاعت بور ويش. نيجاتيف سامسون. دازنت بروديوس سبكترال لاين لا. ريفولف اراوند ذا نيوكليس ان ا سيرتن اوربت. بيلف حوالين النيوكليس في سيرتن اوربت في اوربتس محدده صح. ولكن فكره بروديوس اسبكترال لاين وين ات لوس كوانتم لما يفقد كوانتم دي اهم حاجه بور قالها يا جماعه. يبقى دي اللي بيتميز بيها. بعد كده 29 بقول يا شباب which of the following electronic transitions in hydrogen atom is accompanied by releasing the large energy. large energy يبقى انا عايز اكبر difference. اكبر difference يا شباب يبقى نقول ايه اول حاجة from M to L. والله انا عندي يا شباب الليفل زي K L M. من ال M لل L مسافة كبيرة فعلا. طب هنا بقول لي from N to M K L M N O P Q. اكبر مسافة من K وال L واقل ال B وال Q. بقول لي from N to M. لا N to M صغيرة بالنسبة لل L وال M. طب from L to K اوبا دي اكبر مسافة. from L to K يبقى انا دلوقتي استبعدت كمان الاولانية. يبقى انا دلوقتي بفكر في الاثنين دول. from L to K this electron has dual nature. ولا from L to K and the position and the speed of this electron can be determined. لا طبعا يبقى نختار C. 30 each of the following is among the properties of the electron. من ضمن مواصفات الالكترون ما عدا material particle. الالكترون material صح. الغلط انه يقول لي only wave properties صح. الغلط انه يقول له only هو الاثنين. بعد كده بيقول لي lose energy when it transfer from one energy level to a higher. يا سلام هي lose لما يطلع من one ل higher. امال امتى هيبلع؟ absorb طبعا. يبقى سي غلط. هو عايز جمله accept يعني. A drawback of Bohr model that was fixed by the modern atomic theory. المشكلة اللي عند بور اللي تثبتت بالمودرن ثيوري ايه هي؟ بقول ان الالكترون has dual nature. اه طبعا الالكترون has dual nature تمام كده. الالكترون has wave nature. الالكترون has wave nature تمام. The electron is negative charged material particle. الالكترون negative charged material particle. اخر حاجة the electron revolve around the nucleus in the electron cloud. الالكترون بيلف حوالين النيوكليس في الكترون كلاود. تعال نقراهم تاني. بيقول لك ادرو باك العيب اللي عند بور ذات فيكسد باي مودرن ثيوري. بص معايا الكترون هاف دوال نيتشر ده من المودرن ثيوري. الكترون هاف ويف موشن اهو ويف نيتشر برضه من المودرن ثيوري. الكترون نيجاتيف تشارج ماتيريال بارتيكل. انا عايز ايه في الاجابات؟ انا عايز اختار جمله بور قالها وكانت غلط والمودرن ثيوري حطت عليها وعدلتها. فالسؤال تاني بيقول لي يا شباب ادرو باك اوف بور المشكله اللي عند بور فيكسد باي مودرن ثيوري.
المشكله اللي عند بور اللي اتثبتت بالمودرن ثيوري. يبقى انا عايز كلام بتاع بور. فاول جمله بيقول لي الكترون دوال نيتشر ده مودرن ثيوري، الكترون مودرن ثيوري. طب الكترون نيجاتيف بارتيكل بارتيكل بارتيكل، لا ده كلام بور اللي احنا اتفقنا بعد كده انه هيبقى بارتيكل هاز ويف بروبرتي، يبقى نختار سي 32. بيقول يا شباب ذا ساينتست هو بريسيومد ذات it is possible to determine both speed and the position of electron. طبعا ده الغبي بور هو اللي قال ان احنا نقدر نحدد كل حاجه عن الالكترون. What is the name of the scientist who destroyed Bohr theory؟ مين الساينتست اللي دمر كلام بور؟ believed that there is a region in the atom forbidden for electron، اللي قال فيه region forbidden يعني ممنوعه او مستحيل الالكترون. طبعا الوحش، وحش الكوانتم ميكانكس. مين هو يا شباب؟ شرودنجر. تمام، بقول لك مين اللي دمر كلام بور لما كان بور بيقول ان في حته فوربيدن ممنوع الالكترون تتوجد فيها؟ شرودنجر، لانه قال ان الالكترون بيلف في كلاود فمحدش شايفه، ممكن يكون ان اول دايمنشن اند سبيس. 34 بيقول يا شباب which of the following statement is هايزنبرج modification to بور، عايز تعديل لهايزنبرج على بور. it is difficult to determine position and speed of the electron. طبعا ده كلام هايزنبرج مش محتاج، ده النظريه نص النظريه بتاعته. 35 the actual position of the last electron in iron atom، البوزيشن الحقيقي لاخر الكترون في الايرن. والله مش هتفرق ايرن من غيره، الفكره في المكان الحقيقي للالكترون. تمام كده، اند اتس سبيد وسرعته. تمام كده، بقول لك الاسيرت موفمنت كان نوت بي بريشسلي ديتيرميند، يعني ما اقدرش احدده بشكل دقيق. تمام كده، طبعا الفكره مش في اخر الكترون ولا في الايرن، اي الكترون في اي اتوم يا حبيب، الاولاني الاخراني ايرن سيلفر هيدروجين مش فارقه. ذا بريفيوس ستيتمنت از ان ابلكيشن اوف، الجمله دي ابلكيشن على مين؟ اول حاجه هاند رول ولا انسرتينتي برينسيبل؟ طبعا هو انسرتينتي بتاع هايزنبرج، لانه هو اللي قال مستحيل نحدد مكان حاجه يعني. فبقول لك الالكترون الاخير في الايرن ما اقدرش احدد لا سرعته ولا مكانه، ده كلام هايزنبرج. According to the wave mechanical theory، على حسب كلام الويف ميكانيكال ثيوري، electron has mass as well as it has wave property، الالكترون عنده ماس وكمان wave property، ولا electron are found in the orbitals. الويف ميكانيكال ثيوري فاصل يا جماعه. According to wave mechanical theory، الويف ميكانيكال ثيوري دي الاخيره بتاعه شرودنجر يا حبيبي، electron has mass as well as wave property، لا طبعا دي الدول نيتشر اوف الكترون بتاعه دي برولي، فدي كده شغاله تبع المودرن ثيوري، بس ده كده دي برولي يا حبيبي. تمام، هنا بقول لك الالكترون فاوند ان او ان ذا اوربيتالز، طبعا ده كلام الويف ميكانيكال ثيوري بتاعه الويف ايكويشن بتاعه شرودنجر. ابلاينج ذا ويف ايكويشن، لما اطبق الويف ايكويشن على مين؟ تو ذا لاست الكترون ان ليثيوم. والله يا باشا ما فرق ليثيوم من ايرن من لاست الكترون من اي الكترون، ات شوز ذات لما اطبق الكلام ده على لاست الكترون في ليثيوم، اتس لوكيشن كان بي ديتيرميند؟ لا طبعا، ات موف تووردس or away from the nucleus in energy level L. بيتحرك اتجاه in out، يعني ملوش مكان يعني. تمام، فنختار طبعا بي. the modern atomic theory، المودرن اتوميك ثيوري agree with Rutherford، المودرن بتتفق مع Rutherford model on that، المودرن بتتفق مع Rutherford ان ايه؟ اول حاجه the atom is not solid، الاتوم مش سوليد. طبعا هو رازرفورد قال كده والمودرن قالت ان الاتوم امتي فعلا. ذا الكترون هاف ويف بروبرتي، لا رازرفورد ما قالش كده. ات از امبوسيبل، رازرفورد ما راحش البوسيبل وامبوسيبل اصلا. ذير از ا باتر ذا اكوردنج تو ويتش الكترون اوربت، رازرفورد ما راحش الاوربت ولا المودرن ثيوري معترفه بكلمه اوربت، يبقى نختار الاتوم از نوت سوليد، ده اول واحد قالها رازرفورد. بعد كده الاسئله المقالي هحلها معاك اورال، وهبعت لك طبعا على الجروب البي دي اف اللي بيكون فيها الاجابه بشكل كويس، بس انت لازم تكتب برضه. بقول لك في ريزون يا شباب ذا ايميشن اوف سبيكترم از نون از لاين سبيكترا، هقول له التعريف بتاعها لاين سبيكترم، هقول له بيكوز ات از دارك اريا سيبريتد باي ليميتد نمبر اوف كالرد لاينز، او كالرد لاينز سيبريتد باي دارك اريا، ولكن الكالرد لاين بيكونوا ليميتد. ذا لاين سبيكترا از ديفايننج ا كاركترستيك فور اتش اليمنت، ليه هي تعتبر حاجه كاركترستيك فور اتش اليمنت يعني مميزه لاي اليمنت، اقول له بيكوز ات ديفر فروم تو فروم اليمنت تو انذر، او نو تو اليمنت هاف is the same line spectra. The quantum of energy required for traveling of an electron between different energy level is not constant quantity. The quantity of energy مش equal ليه؟ هقول له because the distance between level is different. بقول لك الكوانتم اوف انرجي اللي انت محتاجها عشان تنقل الكترون between different energy level تمام كده نوت كونستانت مش ثابته، طبعا لان المسافه بين الكي والال مش زي الال والام، هحتاج هنا انرجي كبيره قوي لكن هنا اقل شويه. Because the difference between level is not equal أو the distance between levels is not equal. The incorrectness of Bohr assumption that hydrogen atom is planar. ليه مش مظبوط إن الهيدروجين أتوم كانت planar؟ هقول له because
بروف ذات هيدروجين اتوم هاز 3 دايمنشن. اي اتوم اصلا مش الهيدروجين بس بيكوز اول اتومز هاز 3 دايمنشن. الراجل بيقول لك بلينر يعني حاجه مسطحه كده زي ما رسمتها لكم على السبوره، لكن 3 دايمنشن اللي هو حاجه مجسمه، حاجه موجوده ان اول دايمنشن. 3 دايمنشن بيكوز اتوم هاز 3 دايمنشن. الكترون هاز دوال نيتشر بيكوز الكترون از ا ماتيريال بارتيكل اند بيسايد ان هو ماتيريال بارتيكل ات هاز ويف بروبرتي، يبقى بيكوز الكترون از ا ماتيريال اند هاز ويف. كلمه ماتيريال اللي هي اتفقنا عليها اللي هي كلمه ماس شيء يعني. بعد كده بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر ديتيرمين ويز اكسبلانيشن ذا بوزيشن اس او ذا بوزيشنز بوزيشن او بوزيشنز يعني ان ويتش ذا الكترون كان نوت بي بريزنت اكوردنج تو بور، على حسب كلام بور الالكترون ما يتوجدش فين، يبقى ما يتوجدش في ليتر سي، لان بص كده معايا ايه ده الاوربت ذات نفسه، بي الاوربت ذات نفسه، دي الاوربت ذات نفسه، لكن سي ما بينهم. بور قال ما فيش الكترون يتوجد في النص، تمام كده هقول له سي بيكوز ذا انرجي بتون ليفين از فوربيدن اريا اكوردنج تو بور، مش معناها ان ده الصح طبعا. ذا فيجر بيلو الستريت 3 ديفرنس اتوميك موديل، عندنا اول اتوميك موديل والثاني والثالث، حلو. ارينج ذا فيجر اسيندنج اكوردنج تو ذا ديفلوبمنت اوف ذا كونسبت اوف ذا كومبوزيشن اوف ذا اتوم. اول حاجه يا شباب مين اول حاجه؟ اول حاجه ده اللي هو ده بتاع مين يا شباب؟ ده بتاع الالكترون وبول اوف بوزيتيف شارج، ده سامسون اهو. لو ما كانش راسم حاجه جواها خالص يا اولاد وكان سايبها حمراء كده لمؤاخذه يعني من غير اي حاجه جواها كنت قلت دالتون، تمام. بعد كده السنتر فيه النيوكليوس والالكترونز حواليه، بس كاتب لي كلمه اوربيتال اوربيتال اوربيتال، يبقى دي المودرن ثيوري. بعد كده رسم لي الالكترون والنيوكليوس والاوربتس بتلف حواليه، كاتب لي انرجي ليفل، يبقى ده كده اوربت، يبقى ده كده كلام بور، يبقى سامسون ده رقم واحد، بعد كده بور، بعد كده بور رقم ثلاثه، بعد كده المودرن ثيوري رقم اثنين، يبقى 1 3 2 على حسب الترتيب. بعد كده the following statement represents the attempts to develop the atomic model in no particular، ده ترتيب الناس من غير ترتيب يعني في بتاع الاتوم. electron has wave property in addition to particle، طبعا ده اللي هو مين يا شباب؟ electron is a material particle has wave، ده كده دي برولي بتاع المودرن ثيوري مودرن. the atom contain tiny negative charge particle، ده سامسون. in the center of the atom a small nucleus found with high density، ده كلام راذرفورد. The atom is a solid indivisible، ده كلام الراجل العبيط دالتون. فمين بقى الاولاني؟ دالتون، يبقى دي. بعد دالتون هنقول مين؟ راذرفورد ولا سامسون؟ سامسون، يبقى بي. يبقى كده خلصنا دي وخلصنا بي. بعد كده راذرفورد سي، بعد كده ايه؟ يبقى دي بي سي اي، تمام كده. بعد كده يا شباب in the light of your understanding for Bohr atomic model show the change which occur in each of the energy and the position of an electron when it is excited. Show the change which occur in each of energy and the position of an electron when it is excited. وضح لي، تمام كده. هقول له ان الانرجي بتاعت الالكترون increase as the distance from the nucleus increase، يعني كل ما الالكترون يبعد عن النيوكليوس كل ما الانرجي بتاعته تزيد. بقول لك وضح لي التغير اللي بيحصل في الانرجي مقارنه بالبوزيشن. كانه بيقول لك الانرجي ومكانه. هقول له والله لو بعيد هيبقى عنده انرجي عاليه، لو قريب هيبقى عنده انرجي زي حضرتك كده واطيه. هقول له as the electron become farther from the nucleus the energy increase، تمام كده. as the distance increase from the nucleus the energy increase، ببساطه شديده. بعد كده the opposite table represents the probabilities of the emission of a spectrum of hydrogen atom. Which of these probabilities represent the visible spectrum of hydrogen atom giving reason؟ الهيدروجين اتوم يا شباب، بقول لك الهيدروجين اتوم طبعا عارفين ان الهيدروجين اتوم يا شباب لما بيرجع لانهي واحد؟ بيرجع ل2. بقول لك هو في ال2 وال3 وال4 وال5 بيرجع ل1؟ لا، بيرجع ل2. قمر دي بيرجع ل3؟ لا، يبقى انا عايز بي ببساطه شديده. مين اللي بيرجع؟ بيرجع لبي. هقول له ليه؟ هقول له because the visible light of hydrogen atom when it is excited emit energy and return back to the level 2. Figure 2 the two shown figure represent the emission of the green light and the red light with no particular order، يعني في green وفي red. قلت له تمام. As the result of the returning of an excited electron to its ground state، تمام. In hydrogen atom، جميل. الهيدروجين اتوم يا شباب هنا بيقول لي absorb energy طلع كده ونزل كده، تمام. وهنا بيقول لي absorb energy طلع كده ونزل كده، هو عايز ايه بقى؟ بيقول لي يا شباب which of them represent the green light، مين فيهم يعبر عن الجرين لايت؟ اذا نقرا السؤال تاني. ذا تو شون فيجر ريبريزنت ذا ايميشن اوف ذا جرين لايت اند ريد لايت، الاثنين دول حد طلع لي جرين وحد طلع لي مين يا شباب؟ ريد.
مين فيهم بقى اللي طلع الجرين لايت؟ عايز اعرف مين فيهم اللي طلع الجرين لايت. المفروض دلوقتي حالا ان احنا عندنا الريد والجرين يا شباب، الويف لينس، الويف لينس بتاع الريد اعلى من الجرين، يعني ويف لينس، ويف لينس اوف ريد مور ذان الويف لينس بتاع مين يا شباب؟ الجرين. فالسؤال بيقول يا شباب مين في الاثنين دول مطلع اللون الجرين؟ يبقى انا عايز اختار الويف لينس اللي يكون ايه يا شباب؟ اللي يكون بتاع الجرين. يبقى انا هختار الشكل ده هيكون بتاع الجرين، لان الويف لينس عند الجرين هيكون اقل ببساطه شديده، لكن هنا عمل ابسورب انرجي وعمل ريليز الحته دي، هنا كانت اعلى شويه يبقى الويف لينس اقل. The opposite figure represent two different perception for the movement of the electron around the nucleus. طبعا رسم للشكل شبه المزايا ده، بس هو عايز يقول ان هو شكل، بص يا جماعة في حتة تقيلة في النص كده واللي حواليها ده خفيف شوية كده من فوق ومن تحت. عايز يقول ان figure X يعني electron cloud اللي هو الالكترون ملوش مكان محدد اللي هو orbital يعني، لكن ده مكان محدد هو orbit. واللي the name of the scientist suggest Y. تمام كده، مين اللي قال Y؟ Y طبعا يبقى مين يا شباب؟ Y طبعا يبقى بور. بور هو اللي قال واي. تمام، بعد كده ذا ساينتست، ذا ساينتفك تيرم ريبريزنت ذا ريجن ان ويتش ذا الكترون كان بي فاوند ات اكس. ساينتفك تيرم اللي بيعبر عن المنطقه اللي ممكن يكون اكس موجود فيها. طبعا المنطقه اللي ممكن يكون اكس موجود فيها اسمها الكترون كلاود، اللي هي بتاعت شرودنجر، الكترون كلاود. تمام، ده كده الواجب لسه في تاني، ما خلاص بقى. قول يا شباب ذا فيزيبل لايت، the visible line spectrum of hydrogen atom consists of four colored line. The visible line في four colored line. Which of them has the smallest frequency؟ أقل frequency. أقل frequency يا شباب هيبقى أقل frequency يبقى أعلى wavelength. أقل frequency يبقى الفريكوانسي قليل يبقى الwavelength عالي جدا. مين اللي عنده أعلى wavelength يا شباب؟ الريد لسه قايلينها من شوية. يبقى الريد لايت هاز ذا هايست wavelength، يبقى عنده أقل frequency. بعد كده which of the following graphical figure represent Bohr concept of the orbit. Bohr قال ان الاتوم ليه مكان، ان الالكترون ليه مكان محدد. ليه مكان محدد يا شباب؟ اللي هو الديستانس ثابته اهو، ديستانس اهي على الواي على الاكس اكس، على الاكس اكسس ايوه ثابته اهو. تمام كده، يبقى الديستانس ثابته مكان محدد. بعد كده 49 قول لي ان ان اكسايتد هيدروجين اتوم photon of light with wavelength 486 nanometer is emitted when the electron transfer from the principal energy level N4 to the level mean. هقول له to the level N2، ده احنا حافظينها دي. بعد كده if the difference in energy level between K and L equal delta E1 and delta E2 ما بين ال O وال B، طبعا مين اعلى difference؟ الدلتا E1. تمام كده، is بقول لي يبقى الدلتا اي 2. تمام كده، از قد ايه؟ هقول له از للزان، للزان الدلتا اي 1 يبقى 50، نختار بي اقل برضه لان ما بين الكي والال ده اكبر مسافه مقارنه ما بين الاو والبي او اي حد تاني. اف ان الكترون اكواير اماونت اوف انرجي ايكوال الرقم ده، حلو. توتال الكترون فولت الاي في دي اختار الالكترون فولت، ما لهاش لازمه خالص. توتال ترانسفير فروم انرجي ليفل ال تو ام، نفس السؤال اللي فات بس بالارقام، عشان تقل من ال للام. طب عشان تقل من ال للكي، المفروض من الكي ال ام، من ال للام مسافه صغيره، لكن من ال للكي المسافه اكبر، فالمفروض يختار رقم اكبر من ال 1.89 ده، يعني نختار رقم لوز اماونت. هو طبعا عايزينه يتنقل منين؟ من ال ال للكي، من ال للكي يبقى هيرجع، يبقى لوز، بس هيلوز رقم اكبر برضه، يبقى لوز 10.2. لوز 10.2 علشان ببساطه شديده المسافه هتبقى اكبر، فبالتالي يختار رقم اكبر ولوز لانه راجع من ال للكي مش طالع. بعد كده اخر سؤال بقى يا جماعه، بيقول لي ذا اوبزيت فيجر اف ان الكترون ان ان انرجي ليفل ام ان ا هايبوثيتيكال اتوم اكواير اماونت اوف انرجي ايكوال الرقم ده، زين ات، الرقم ده 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 جول. تمام كده، زين ات اول حاجه ترانسفير تو ال، والله يا باشا انا هحسب الفرق ما بين الكي والال اشوفه كام، واحسب الفرق ما بين الاثنين دول اشوفه كام، واحسب الفرق ما بين الاثنين دول اشوفه كام، يعني هعمل الرقم ده ماينس ده والرقم ده ماينس ده والرقم ده ماينس ده واشوفه بقى لما اخد 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 جول. هو فين دلوقتي حالا؟ هو في ام. تمام كده، الرقم ده هو دلوقتي في ام في المكان ده. تمام، اشوف الرقم ده لو هو كان ايكوال الديفرنس ده اقول له هيرجع ل ال، لو هو ايكوال الديفرنس ده بلس الديفرنس ده اقول له هيرجع ل كي. طب ايكوال الديفرنس ده وحته زياده بس مش محصله كل المسافه يبقى هيفضل في ال.
تمام كده يا شباب. اظن ان هي هتطلع ترانسفير تو ليفل ان, يعني هيطلع ليفل اعلى, لانه الراجل بيقول لي يا شباب اكواير, كلمه اكواير يعني اكتسب, اكتسب انرجي. فهنحسب الديفرنس هنلاقيه قد الحته دي تقريبا بالظبط كده, وبالتالي هيروح طالع لليفل ان. هو اكواير يا جماعه مش ريتيرن, لو كان ريتيرن كان هينزل لليفل زي اقل, لكن هو اكواير يعني اكتسب فيطلع لليفل اعلى. هنحسب ال1 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 ماينس 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 ونحسبها, هتطلع تقريبا مش فاكر, المهم يعني احسبها يعني. تمام, ده كده يا شباب كان الواجب بتاعكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.